حاول نبدأ
هذيك فوق دير جوج ديال الكواريس الجنابي من هنا في الشوط الثاني دير الكوره ولكن ما يستاش الله باش الاستجابة انظر بناوني في التاكسي سيرتو في الفيديو انه ما يستاش الله عز وجل يشتغل داخل الميدان اللي زاد اللي كان في الميدان هو ان التاكسي الدراري تنوج لهم هذا الشيء 100% ولكن استجبوا الناس المشاكل التاكسيكيه اللي كانت تهدد لنا هذه المشاكل فذلك خط المشاكل الجايه اخر سؤال اخر سؤال محمد عشر